من واقع خبرتك في الحياة، لو هتنصحيني بحديث نبوي شريف امشي بيه دايما هيكون ايه هو؟ الصدق، عليكم بالصدق، فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة. هل دايما انت بتمشي بالحديث ده؟ اكيد طبعا، ان احنا لازم نبقى صراحة مع اللي حوالينا، مع نفسنا اولا ومع اللي حوالينا. من واقع خبرتك في الحياة، لو هتنصحني بحديث نبوي شريف امشي بيه دايما هيكون ايه هو؟ هو في حديث نبوي في ظل الاحداث الحاليه، هو بيجسد الاحداث الحاليه. الرسول عليه الصلاه والسلام كان قايل لنا عليه: من اصبح منكم امنا في سربي معافى في جسدي عنده قوت يومي فقد فانما حزت له الدنيا بحذافيرها. فده في ظل الاحداث اللي احنا فيها وفي ظل الاحداث اللي في غزه، ربنا يساعدهم يا رب ويعدلهم الازمه دي على خير. الحديث ده فعلا احنا عندنا الدنيا بحذافيرها دلوقتي. من واقع خبرتك في الحياه، لو هتنصحني بحديث نبوي شريف امشي بيه دايما هيكون ايه هو؟ والله انا استحضر في الوقت ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. ودي حاجه محتاجينها في وقتنا الحالي كتير جدا، لان كتير من الناس بتتكلم بدون علم او بدون فهم وبيفتوا في حاجات ممكن تضر. فالافضل ان انا ما عنديش علم في شيء، لا، يا اقول كلمه خير يا اما اسكت، افضل هريح نفسي واريح الاخرين. من واقع خبرتك في الحياه، لو هتنصحني بحديث نبوي شريف امشي بيه دايما هيكون ايه هو؟ الحديث بتاع الرسول عليه الصلاه والسلام اللي هو اخره: وعليك بذات الدين تربت يداك. انا لما احب اخطب لابني هختار ناس اهل دين. فهو ده الحديث النبوي اللي الناس المفروض تعمله، يعني بيدوروا على اهل الدين. البنت اللي هي اصلا من بيت الدين، يعني من اسره مسلمه، تعرف ايه هي القيم، ايه هي القواعد، ايه هي الاداب، هي دي الاسره المسلمه. من واقع خبرتك في الحياه، لو في حديث نبوي شريف هتنصحني بيه امشي بيه دايما في حياتي هيكون ايه هو؟ هقول لحضرتك بسم الله الرحمن الرحيم: ادي الامانه لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. حاجه الواحد لازم يعني يعمل بيها طول عمره، تمام؟ يعني انا قدمت لك خير فلازم تعمل بيه، تمام؟ انما انا مثلا استلفت مني مثلا مبلغ من المال، تمام، المفروض ترجعه في ميعاد معين، انما اطالبك بيه تقول لا استنى عليا، لا مفيش، مش عارف ايه، او تتهرب مني، فده لا. فادي الامانه لمؤتمنك ولا تاخد من خانك. من واقع خبرتك في الحياه، لو في حديث نبوي شريف هتنصحني امشي بيه دايما في حياتي هيكون ايه هو؟ هو اول حاجه الدين المعامله، يعني دايما عامل الناس زي ما انت تحب تتعاملي عامليهم، لانه الدين بينصح بكده. من واقع خبرتك في الحياه، لو في حديث نبوي شريف هتنصحني امشي بيه دايما في حياتي هيكون ايه هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. يعني بمعنى الحديث ان الايمان ذات نفسه اللي في عند البشر، ان مش الايمان ذات نفسه، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لازم تحب لاخيك اللي انت بتحبه لنفسك، بتفضله لنفسك.